يا مساء الفل والياسمين والهنا في مصر والدنيا. يا جماعة أنا المعايدة دي بنزلها للأمهات كل سنة وهم طيبين، وأنا طبعا أم مقدرة ويتيمة في نفس الوقت. أنا عايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وكل الأمهات طيبة وخير وبعافية، ويا رب اللي عنده أم يحطها في حبابي عينيه، لأن الأم ما بتتعوضش. بحبكم قوي، مع تحيات بيبي عبده. لاف يو ماي. يا مساء الفل والياسمين والهنا في مصر والدنيا. يا جماعة أنا المعايدة دي بنزلها للأمهات كل سنة وهم طيبين، وأنا طبعا أم مقدرة ويتيمة في نفس الوقت. أنا عايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وكل الأمهات طيبة وخير وبعافية، ويا رب اللي عنده أم يحطها في حبابي عينيه، لأن الأم ما بتتعوضش. بحبكم قوي، مع تحيات بيبي عبده. لاف يو ماي. يا مساء الفل والياسمين والهنا في مصر والدنيا. يا جماعة أنا المعايدة دي بنزلها للأمهات كل سنة وهم طيبين، وأنا طبعا أم مقدرة ويتيمة في نفس الوقت. أنا عايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وكل الأمهات طيبة وخير وبعافية، ويا رب اللي عنده أم يحطها في حبابي عينيه، لأن الأم ما بتتعوضش. بحبكم قوي، مع تحيات بيبي عبده. لاف يو ماي.